ميني ستوديو. هلو جايز، هاي علي، هاي أورنيلا. أكيد أنت اليوم مبسوطة لأنه الطقس كتير حلو. يي صرت حافظني. أكيد ولو، أصلاً بعرف من حالي، أنا كتير بحب فصل الخريف. تعرف من أي متى لأي متى الخريف؟ فصل الخريف يا أورنيلا هو تالت فصل بالسنة، ببلش لو 21 سبتمبر وبيخلص لو 21 ديسمبر، يعني تقريباً هلأ صرنا على آخره. مزبوط إلي، بالخريف معروف إنه بيتغير الطقس، ننتقل من شوب الصيف لبرد الشتاء. كرمال هيك أمرار بيكون في كتير شوب، أمرار بيكون في كتير سقعة، وحتى أمرار بتشتى. إيه إلي، وبالخريف بيغيروا الساعة، يعني مثل ما قلنا هيداك الأسبوع بيقصر النهار وبيطول الليل. إيه لا، إذا هيك خلينا نروح نلعب مع ممبر جديد قبل ما تعطي من الدنيا. لول إلي، ليتس بلاي. إجا ماريلين وسيلين ليلعبوا معنا بالستوديو، نتعرف عليهم سوا. ماريلين برجيلة. ماريلين عمرها 9 سنين، بتحب كتير ترقص الباليت جاز وما بتحب أبداً تدرس مات. سيلين رحمة. سيلين عمرها 10 سنين، أكتر شي بتحب الرقص والغنى وما بتحب أبداً تسمع استظهار. كريستال اللعبة كتير هينة، لازم نفقع أكبر عدد بالون بظرف دقيقة واحدة بس. So 3, 2, 1 طوبيولو. اوكي سيلين اسرع. يلا ماريلين، يلا صدقون. واحد بس ماريلين. يلا يلا لحق حالك. اوكي واحد بس، يلا. لا لا سيلين اسرع اسرع. اوكي رح نزبقكم كريستال. اسرع رح يسبقونا. يلا يلا ماريلين. اوكي يلا عندي عيد عيد عطلة. لا خلصنا كريستال. إلي نحن بقى عنا بالون واحد، يعني انتو ربحتوا. وانتو كمان اذا بتحبوا تيجوا تلعبوا معنا بتبعتوا لنا اسمكم ورقمكم على الفيسبوك بيج تبعنا يلي اسمها ميني ستوديو بيج، وما تنسوا تعملوا لنا لايك. ماريلين كانت اسرع من سيلين وقدرت انه تفقع كل البالون قبل ما يخلص الوقت حتى. خلونا نشوف سوا شو ربحي. وهيدي هديتكم، مجموعه غراض سوفينير لميني ستوديو، تقدمت ميني ستوديو. مبروك. أصفر، أورانج، أحمر، بني. شو عم بتعد لي؟ عم جرب لقي ألوان الشجر بفصل الخريف. كنت عم تقولهم صح، أصفر، أورانج، روج، مارون. وبتعرف ليه الألوان؟ في الموف كمان، موف والروج لأنه في سكر بالورق، والكاروتين تعطينا اللون الأورانج. وأنا بقول المارون وقت يقع الورق عن الشجر. صح، لما بتبطل تتغذى الورقة بتدبل وبتموت، كرمال هيك بيصير لونها مارون وبتتساقط. وبما انه الخريف بيتميز بتساقط ورق الشجر، كرمال هيك شو بيسموه بالانجلش؟ فول. صح. طب خلينا هلا اورنيلا ننقي بالون ونشوف مين رح يربح معنا اليوم. اوكي 3 2 1 ليتس وين. ميا يمين عمرها سنة ونص، ربحت معنا هدية منشوفها سوا. وهيدي هديتكم، مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو، تقدمت ميني ستوديو. مبروك. عبالكم تربحوا مثل ميا، بعتوا لنا صورتكم على ام تي في نقاش تتربحوا معنا هدية كتير. جبنة بيكون بتغذي المواهب. اليوم عبالي فتش عن معلومات عن الفضاء، تعالوا نشوف مين أول كائن حي طلع على الفضاء. هي كلبة روسية اسمها لايكا. مين أول إنسان طلع على الفضاء؟ هو نيل أرمسترونغ، هو شخص معروف كتير. أقولكن كم كوكب فيه بالنظام الشمسي؟ فيه 9 كواكب: لو سولي، لا تير، مارس، ميركور، جوبيتر، فينوس، ساتورن، يورانوس، بلوتون. طيب مين يلي اخترع الصاروخ؟ هو باحث روسي، بس الغريب إنه كان أعمى. طيب أنا زهقت من كل هول المعلومات،
صار وقت انه نبلش نعمل البريكولاج. اليوم رح نحضر صاروخ بواسطة علبة البيكون. اكيد نحن بحاجة لكن لعلبة بيكون فاضية، لكرتون ملون لونين كرتون، لستيكس خشب، وتلزيق اكيد. فاذا منبلش نفتح علبة البيكون، منجيب الستيكس بدنا نلزقه، مننقي البانسو يلي منفضله، لازم ننقي البانسو الرفيع لأنه بدنا نلزق قصص صغيرة. منحط غيرة على الستيك، بدنا نعمل إجرين الصاروخ، ننتبه لأنه الغيرة بده وقت تنشف، فينا مثلا نحط ملاقط كرميل يلقطه بسرعة. فينا نحط قد ما بدنا غيرة وما نعتلهم لأنه بس ينشف بيصير لونه ترانسبارون فما ببين. وبعد شي اجر واحدة هيدي الباز تبع الصاروخ صارت حاضرة. أكيد بدنا ننطر تنشفوه. نجيب الكرتونة الملونة، بدنا نعمل هلأ جسم الصاروخ. معلش إذا ما نشفوا نرجع نزبطهم بعدين. بدنا نكبس الكرتونة من فوق ومن تحت كمان تتهدي. نرجع منجيب، بدنا نعمل الغطا من فوق، نتعجب بهالطريقة. منكبس كمان من فوق ومن تحت. صار عنا صاروخ جاهز، بدنا نرجع نزبط له إجري بعدين تيطلع مثل هيدا الشكل. أنا بدي أذكركن إنه مسابقة فيكون بعدها مكملة وبتنتهي بأربعة كانون الأول، فاللي بعد ما اشترك لازم يعجل ويفتح صفحة الفيسبوك www.facebook.com/picon-lb أو بيتوجه على ستان بيكون بحيالة سوبر ماركت، هيك بيقدر يرسم بالطبشور على لوح خاصة بأيام الويك إند، هيك بيربح هدية فورية. أما يلي منكن حب البريكولاج اللي أنا عملته اليوم بطلب منه إنه يرجع يعمله لحاله بالبيت ويبعث لنا إياه على ميني ستوديو مبنى ستوديو فيزيون الام تي في، وما ينسى انه يكتب اسمه ورقم التليفون، هيك نحن بنرجع بنتصل فيه وبندعي تيجي ويصور معنا حاله ميني ستوديو، وهيك بيربح هديه حلوه كتير. ونشوف سوا شو هي. يولو كولكشن هي هديتكم من بيكون. جبنة بيكون بتغذي المواهب. قولوا معي شو هن الفصول الاربعه؟ الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء. نحن هلا بالخريف وقريبا رح تبلش الشتويه، بس ميني ستوديو باقي كل الشتويه معكم. ميني ستوديو رجع على شاشه الام تي في، ومثل من زمان فيكم تجوا لعنا وفيكم كمان تغنوا لنا مثلا غنيه بالاسبانيول. هلا اذا بدي اطلب منكم تقولوا لي الفصول الاربعه بالفرنساوي شو هن؟ اوكي، وبالانجليزي؟ واللي بيحكي لغه مثلا صيني بيقدر يجي يغني لنا غنية بميني ستوديو، لأنه ميني ستوديو هو برنامجكم. ومثل من زمان رجع ميني ستوديو على الام تي في، بس هلا let's remember. Bonsoir tous nos amis. Bonsoir. Pom 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 pom, je descends gaiement. Pom pom pom, je vis sur la terre. Pom 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 pom, je suis bien content de voir les petits enfants. Là, avec la pièce, je pousse le billet. J'ai fini. Et moi, deux pièces en même temps. J'ai fini aussi. Bravo les enfants économes. Ma tirelire est déjà à moitié pleine. La mienne aussi. Papa nous a donné à chacun un billet. Regarde, tiens. C'est vrai, vous allez être riche. Oui. Dis, c'est bien d'être riche. Oui,
C'est mieux que d'être pauvre. T'es pas riche, toi? Non. T'as pas de sous? Tu es pauvre, alors? Oui. Tu gardes pas de sous? Non, je donne tout ce que j'ai. Moi, je veux être riche. Et moi aussi, très riche. Pourquoi? Que ferez-vous avec tout cet argent? On se paiera tout ce qu'on veut. Des bonbons et des poupées. Un bateau et un avion. Pour devenir riche, il faut d'abord beaucoup travailler. Papa le dit. Maman, elle dit qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui sont pauvres. Moi, si je suis riche, je leur donnerai presque tout mon argent à ces pauvres. Pourquoi pas tout? J'en garderai pour moi et mes copains. Pour maman et papa, quand ils seront vieux. C'est très bien, les enfants. Et quelques sous pour toi aussi. Puisque tu donnes tout. Et aussi pour le marchand de sable. Oh, vous êtes vraiment trop mignons. J'aime recevoir, moi. Et moi, j'aime donner. Ça fait plaisir. Mini Studio. Fisher Price. Quality toys for your baby's early learning. Dance and play puppy. Your baby's best friend. Let's learn to clap. To encourage learning through motion and music. And for your baby's first phrases and games. Fisher Price Puppy Learning Line with the quality you trust. هاي كلوي. هاي تاتيانو. نحن اليوم بفكرة كريولا رح نتعرف على لعبة جديدة اللي هي بروجيكتور. بهيدا العلبة منلاقي هيدا البروجيكتور، منلاقي هيدا الكباية على شكل كورون، ومنلاقي ألوان من كريولا. كمان منلاقي هول الورق، في ورق سامبل أو ورق مرسوم عليهم ديزاين لنشوف وين بدنا نرسم البرنسيس. في كمان 8 ديسك بقلب هيدا العلبة. شو طلع لي؟ يي انا سندريون شو حلوه. انا هيدي لابيل بيلو بوردرمون. يي انا كمان عندي هون في ياسمين. وين في كمان؟ ليك في هيدي لابيل او بوردرمون. انا عندي لي تخوا برنسيس رح ارسمها. اوكي انا رح نقي ياسمين. بنحط الديسك بقلب البروجيكتور وبنضوي. وقت نضوي تطلع الصوره عنا على الورقه. انتم ما رح تبين عندكم. شفتي شو حلوه؟ اوكي منزبط. بعدين بناخذ اللون اللي بدنا اياه. انا رح نقي الغوز ومنعلم البرنسيس. اوكي رح اعطيك. هلا انت رح ترى تعلمي كمان البرنسيس تبعك. ايه انا لي 3 برنسيس. 3 برنسيس. اوكي اي لون رح نقي انت لتلوني؟ انا فكر نقي كل وحده بدي نقي لها لون. يعني مثلا سندريون بتلبس بلو فرح ارسم رح لونها بالبلو. وعندي هون اريال رح لونها بالروج. وجاسمين كمان مثلك رح لونها بالفوشيا. هون في كثير ديتاي ما رح نقدر نرسمهم كلهم، بس رح نرسم الوجه والفستان. وهلا كلوي صار دورك انت تلوني البرنسيس تبعك. اوكي رح اعمل لي 3 برنسيس. اوكي تتذكروا هيدا العلبة؟ هيدا العلبة تعرفنا عليها جمعة الماضي كمان بكريولا بعلبة اسمها جيو كولر. وأنا قررت إنه حط كل ألوان كريولا بقلبها لحتى ما بقى ضيع ولا قلم منهم. هيك بضلوا عندي كل الألوان. وبتعرفوا شغلة؟ إنه ألوان كريولا إذا إجوا على تشيبكم فيكم تغسلوا تشيبكم هيك وبيروح اللون عنهم. حتى إذا إجوا على إيديكم وقت تغسلوا إيديكم كمان بيروح اللون. وإذا أخواتكم صغار حطوهم بتمهم كمان ما بيأذيهم. فرجيني كلوي. انا رسمت اريال بس مش هذا هو اللون. هي شعرتها لاريال مش روج بلا روج. يا الله بواسطه كريولا كمان فيكم ترسموا كل البرنسيس بتحبون، مثلا اريال، ياسمين، لابيل، سندريون. وقت ترسمون تجوا لعنا على الاستوديو، بتبعتوا لنا اول شيء اسمكم ورقم تليفونكم بالايميل ونحن بنتصل فيكم لتجوا على ميني استوديو وتربحوا معنا لعبه من كريولا وبتتسلوا معنا. هديتكم من كريولا هي مجموعه الوان كريولا كبيره كبيره. Fisher Price Quality Toys for your baby's early learning. Dance and play puppy. Your baby's best friend. Let's learn to clap. To encourage learning through motion and music. And for your baby's first phrases and games, Fisher Price Puppy Learning Line with the quality you trust. عن شو بدنا نحكي يا فرانسوا اليوم؟ ما بعرف. هنت هنت؟ ما رح تعرف. رح نحكيهم عن سايت نعمل مع بثلاثة ديزاينرز. بيروت ناقصها الوان على فيسبوك. مزبوط، بيروت ناقصها الوان.
عن شو بيحكي هيدا السايت؟ هو بيسكلي بيشتغلوا على بروجكت، بيحطوا ايدياز على فيسبوك، بدهم يجملوا المدينة، يعني بيروحوا مثلا على كارتيه بيلونوا مثل ما انك شايف هون. اوكي. بيلونوا وبيظبطوا. بيكون قديم ومكسر ايه. وبيتون وكل شيء، بيروحوا بيلونوا الكارتيه كرمال يكون فيه الوان. اكيد. مزبوط. وفي غير اشياء مش بس تلوين وهيك، مثلا كثير بيشتغلوا على الريسيكلاج مثل. شو حلو هون. مثل دواليب سيارة بدل ما يكبون أو يحرقون فيهم يعملوا بوزهور أو أنين إزاز بيعملوا فيهم جيرلاند وبيعلقون. تعرف في عن أنا في عندي رفقة بيعلقوا جيرلاند إزاز. أوكي. طب هول الديزاينرز مين بيساعدون؟ الدولة بتساعدون؟ لا هي NGO راح تصير بفتكير، يعني فينا نحن نساعدهم. أكيد شي مرة مننزل لحنا وفانيسا وكريستال. مزبوط وكلون. كمان هذيك المرة شفتهم بكارتيه بالأشرفية مع أولاد صغار، كل الأولاد لابسين تيشيرتس بيروت ناقصة ألوان وعم بيلونوا على الحيطان. أولاد صغار وأولاد كبار وصورتهم كمان. صورتهم. فينا شي مرة ناخد فانيسا كريستال كلوي أورنيلا وكلنا ننزل نساعدهم. أكيد. لا ومنصور صور ومنحطهم على فيسبوك أنتوا بتشوفوها. إيه. لا إيه. بس قبل ما تفوتوا على فيسبوك لازم تسألوا أهلكم، مش هيك منفوت على فيسبوك يعني؟ مش هيك فرانسوا؟ أكيد. أوكي. إنه لازم يكون حدا كبير معنا. مزبوط. بعدين بتفوت على فيسبوك على البيج تبعنا بتعملوا لايك وبتشوفوا كل شيء نحن منحطه وبتبعتوا لنا سايتس مهضومين إذا أنتم كمان عندكم سايتس تبعتوا لنا إياهم. وهلأ ما زيكن عملتوا لنا لايك لإلنا فيكن تعملوا لايك لبيروت ناقصة ألوان كمان، وكمان تساعدون، وإذا بدكم تساعدون فيكن تبعتوا لنا مساج لإلنا ونحن بنوصل لهم المساج. أبيض أحمر أخضر شوكولا أطيب أكتر. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب. كريستيان رشا شو عم تعمل؟ كريستيان رديون لهون. مني ايش عوينك؟ وينك كريستيان؟ انا هون رديون على شفتك. شو ما اخذت شيء انا؟ عم تاخذي هول بايدي. مني ايش عشان من العوينات؟ شو اليوم لكان؟ شفت شو اخذتي؟ لا مش قصدي انا اخذتهم، ما كنت عارفة. بعرف انه ما كنت عارفة. بتعرف انا ما بحب اكل اصلا. والله تحطي شيء ببطنك بعرف، مثل الابرة صايرة. بس ما كنت ايش عم من العوينات. او شي منين جبتيهم هولي؟ هول طلع لي هن امبارح كادو دو ريتور للانيفرسير. عن جد؟ ايه؟ ما شفتيني امبارح؟ لا ما شفتك، وين كنت؟ انا كنت هونيك كمان. انا كنت كل وقت حد الجاتو، ما شفت حدا. من هي بالاكل وبالطاولات اكيد. ايه؟ شو حبيت اكثر شي امبارح بالانيفرسير؟ اكثر شي حبيت الالعاب، كان في بينياتا. نزلت وشفتك اول وحده نازله هيك تحت بينياتا واقفه. ايه مزبوط، انا اكثر شي حبيت البينياتا وحبيت الجاتو، كان كثير طيب فيه كثير شوكولا. اكيد. كان في شي كثير سبيسيال. الدسال عنده عيون كبار. مزبوط. قد هول العوينات. مزبوط. بدك نعمل مثله؟ اكيد. يس. نحن بحاجة لدونتس. اوكي. بيكونوا كمان شوي صغار. او كبار كثير تنشبع. اوكي. اوكي. لموز. اوكي. لبومبو ملونين. اوكي، وشو بعد؟ نكريمة. اكيد. بالاول بنجيب الدونتس، ها أول عين، وهي الثانية. اوكي، حطيها هون اتركيها مثل ما هي. ما عم بخلي. ايه، اوكي. رح نحط بقلب العيون. بدك ساعدك؟ اوكي، ايه بليز. نكريمة. كمان بالتانية. كل اصحابنا فيهم يعملوها، بيكون دسير كثير سبيسيال وفيهم يضيفوا منه بعد ميلادهم. نحطهم حد بعض. اوكي، رح اعمل لها عيونها خضر مثل لون عويناتي. هي اول عين. اوكي، وهي التانية. رح احط له منخار. اوكي. والتم بالموزة. هيك اصلا بنكون كمان غير عن الشوكولا اكلنا فواكه اللي كثير منيح للصحه. مزبوط. والدونتس كمان كثير طيبين. هلا واحدة انا، عين انت وعين انا، وانا باخذ منخور التم. ما فينا تقسموا كمان بالنص؟ لا انتم كمان فيكم تعملوا هذا الدسير عندكم بالبيت، فيكم تضيفوا لاصحابكم على عيد ميلادكم، وكمان فيكم تتصوروا معنا. شو بيعملوا بالصوره؟ بيبعتوها على MTV بالبريد عن نقاش، وبيكتبوا وراها اسمهم ورقم التليفون تبعهم. نحن بنرجع بنتصل فيهم، بيجوا لعنا على الاستوديو بيقدموا لنا الريسيبي تبعهم وبيربحوا اكيد هديه. شو عم تعملي؟ عم بحط له شعرات. اوكي. تصير احلى واطيب. واطيب وكمان تزيد شيء على بطنك. ايه. اوكي. هلا شو رح نشوف سوا؟ رح نشوف شو رح يربحوا معنا هديه. هديتكم من نكريما هي عده مطبخ كامله واكيد نكريما باكت. ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر. ساندويش تورته وداتي بنان فريزا مادرين. كيف ما بدك. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب.